طبعا سعادتي كبيرة النهاردة إن إحنا بنوقع هذه العهود اللي هي هتمثل جزء كبير من المتبقي، وهيبقى المتبقي مش كتير، يمكن حوالي 20% من 120 عمارة، ودول إن شاء الله نطرحهم في فترة قريبة. أنا عايز أقول إن الحمد لله إحنا من أيام قليلة حصلنا على قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مساحة 70 فدان، وهنبدأ خطوات سريعة جدا جدا في الأيام اللي جاية، اللي هي تقول إنه طالما الشركة السعودية رأت إنها كان مكان يناسبها من حيث معطيات ودراسات دقيقة جدا عملناها. دلوقتي معانا البشمهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير. أهلا بيك. أهلا وسهلا. حابين حضرتك تكلمنا النهاردة عن توقيع العقود مع المقاولين لمشروع رياض سيكون. النهاردة وقعنا 5 عقود في المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع رياض سيكون. المشروع ده على 68 فدان، 120 عمارة سكنية، حوالي 2000 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، 5 نماذج. والنهاردة احنا بتوقيع العقود دي يبقى بنستكمل جميع عمارات المرحلة الثانية، وهتبقى عمارات المرحلة الثالثة، وان شاء الله في فترة قريبة هنوقعها كمان، بحيث يبقى العمل مستمر في جميع المشروع في نفس التوقيت ان شاء الله. طيب حابين حضرتك تكلمنا بنوع بالتفصيل اكتر عن المشروع، يعني مساحته، مميزاته، مواعيد الانتهاء منه. ما انا بقول لحضرتك احنا ابتدينا من حوالي سنة على المرحلة الاولى وجزء المرحلة الثانية، ومخططين ان شاء الله ان كامل المشروع ينجز بتشطيباته باللاندسكيب في موعد لا يتعدى 2 سنين من النهاردة ان شاء الله، بحيث تبقى مدة المشروع اللي احنا خططنا لها من البداية اللي هي 3 سنوات ان شاء الله نخلصه في 3 سنوات بإذن الله ان شاء الله. طيب حابين حضرتك تكلمنا عن المشروعات اللي جاية لشركة السعودية. شوف اقول لحضرتك احنا دلوقتي بنشتغل، دي احدى المشروع رياض سيكون اللي احنا فيه النهاردة، على احدى اراضي زيارة راس المال اللي هي كانت 120 فدان تقريبا في القاهرة الجديدة اللي هو موضوعنا النهاردة، وفي دمياط الجديدة 17 فدان، وفي اسيوط الجديدة 11 فدان. المشاريع كلها ابتدت في على الثلاث قطع أراضي، وإن شاء الله هيبقى في دمياط الجديدة في فترة قريبة هنوقع مشروع باقي كامل المشروع، والأوتيل اللي هو هيبقى على حوالي 20% من أرض المشروع، هنعمل أوتيل هناك 4 نجوم، 110 غرفة وجناح، وهديره شركة هيلتون العالمية تحت البراند هيلتون جاردن إن. يعني إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة نستكمل ترسيت الأعمال على كامل المشاريع الثلاث على قطع أراضي زيادة رأس المال الثلاث. ده لجانب إن إحنا إن شاء الله حصلنا على قطعة أرض في العاصمة الإدارية حوالي هي بالضبط 70 فدان، وهنبدأ فورا في الإجراءات التي رسمتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على تراخيص البناء، ومن ثم فتح باب التسويق في التوقيتات التي تحددها العاصمة الإدارية حسب نظامها وشروطها. طيب حضرتك كنت بتتكلم عن ان انتوا عايزين تاخدوا مساحة تانية في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا الحقيقة يعني احنا خدنا دلوقتي مساحة هنبتدي الترتيب عليها سريعا حتى يبدأ العمل فيها سريعا، لكن عينينا على أماكن أخرى، ويا رب إن شاء الله يكون لنا نصيب في قطع أخرى في العاصمة الإدارية إن شاء الله. الباشمهندس درويش حسين بشكر حضرتك جدا.